السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم خبراء اللغة الإنجليزية. طبعا زي ما وعدتكم إن شاء الله هيكون معنا النهاردة منهج أولى إعدادي الجديد 2020، والمنهج بعد عناء وبعد فترة كبيرة تم إصداره أخيرا ككتيب المدرسة، ولسه الى الان ما ظهرتش المواصفات بتاعه الورقه الامتحانيه، لكن المنهج نزل بالكامل وبدانا الشغل فيه بالفعل. وطبعا عدد كتب الشرح اللي نزلت مش كتير بسبب ان في تخوف من ان مواصفات الامتحانيه تبقى متغيره عن السنه اللي فاتت، وبالتالي مش ما فيش امتحانات هتقدر تتحط الا لما يجي لنا بالظبط من وزاره التربيه والتعليم مواصفات المنهج. فإن شاء الله هنبدأ مع بعض في يونت 1. يونت 1 بتتكلم عن العائلة، اسمها My Family and Me. أهم حاجة في اليونت دي إن أنت تعرف أو تتعرف على أفراد العائلة، وتعرف أسميهم كويس بالإنجليش، وكمان تتعرف على بعض المصطلحات الخاصة بالعائلة، الحاجات اللي بتيجي معاها، ازاي اقول العمر او السن، ازاي افرق ما بين الميل والفيميل اللي هو الذكر والانثى، وهكذا، وشوية كلمات تانية مفيدة حوالين الدرس. طيب ان شاء الله هنبدأ، وقبل ما نبدأ يعني ادعوكم للاشتراك في قناتنا خبراء اللغة الانجليزية، فعل زر الجرس وتك سبسكرايب وتابع معانا، عشان هيبقى ان شاء الله معانا برامج تعليمية خاصة بالمرحلة الاعدادية اولى وتانية وتالتة. ده المنهج الجديد زي ما وعدتكم، كنت انا منزل فيديو من 3 شهور على المنهج القديم، والناس طلبت مني اول ما يتوفر اي شرح للمنهج الجديد ان انا انزله، وزي ما وعدتكم النهاردة هنزل منهج مرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي الجديد 2020. نبدأ مع بعض. أول حاجة دي قدامنا كلمات يونت 1، أهم الكلمات، أهم الكلمات اللي لازم تتعرف عليها هو كلمات زي ميل، ذكر، فيميل، أنثى. وطبعا خليك عارف إن اللغة الإنجليزية ما بتفرقش ما بين الميل والفيميل إلا في حاجات بسيطة جدا، يعني جميع الوظائف ولم يكن 99% منها بتنفع للميل والفيميل. يعني إذا قلت دكتور يبقى معناه دكتور أو دكتورة، تيتشر يبقى معناه مدرس أو مدرسة، ولكن في الحاجات اللي لابد التفرقة منها زي كلمة مثلا برادر وسيستر، أخ وأخت، طبعا برادر هيبقى ميل وسيستر هيبقى فيميل، تمام؟ أو زي أنكل وأنت، يعني العم أو الخال، أنكل أنت العم أو الخالة. أما كلمة كازن فابن أو بنت العم مش هتفرق، أو ابن أو بنت الخالة، أو ابن أو بنت الخال، أو ابن أو بنت العمة، كل ده بيبقى اسمه كازن، ما فرقش فيه ما بين الميل والفيميل. أما لو ليك أخ أو أخت وليها بنت، فبنت الأخ أو الأخت هي نيس. أما لو ليك أخ أو أخت وليه ابن، فابن الأخ أو الأخت هو اسمه نافيو. طبعا داد او فاذر هو الاب، مام ماذر هي الام، طبعا فيهم فرق ما بين المذكر والمؤنث. جراند فاذر وجراند ماذر الجد او الجده، فرق برضو ما بين المذكر والمؤنث. لو قلت بيرنتس فده بيشمل الاب والام، او جراند بيرنتس فدول الاجداد، تمام. طفل الرضيع اسمه بيبي، توام يعني توينز، ودول توام they have the same birthday، لهم نفس التاريخ الميلاد، and the same parents ونفس الاب والام. بيجي اسئله كده اقول لك اتنين ليهم نفس تاريخ الميلاد وليهم نفس الاب والام، يبقى دول ايه؟ يبقى دول twins، تمام كده؟ اوكي. كمان كلمه حمام سباحه اللي هي swimming pool، هندمج swimming مع كلمه pool، وبالتالي يطلع لنا كلمه حمام سباحه. طبعا كلمه both معناها كليهما، وبتستخدم للمثنى، تمام كده. اما كلمه all فمعناها الجميع، وتستخدم للجمع. اوكي. طبعا كلمه interview معناها مقابله، و age او عمر معناها age معناها عمر او سن.
تمام. together معناها معا مع بعض يعني. موسيقى معناها ميوزك طبعا معروفة. وباند معناها فرقة موسيقية يعني. بيجي برضو يقول لك he plays the drums in a music band، يعني بيلعب الطبلة في فرقة موسيقية. خلاص. كمان المناهج السنة دي الجديدة مركزة على العمل التطوعي زي خدمات اللي هي المستشفيات وخدمات الأطفال في مستشفيات مرضى السرطان والكلام ده كله. العمل التطوعي ده بيبقى فور فري يعني بدون أي مقابل. خلاص. موجود في أولى ثانوي نفس وحدة برضو بتتكلم على نفس الموضوع، وموجودة برضو معانا هنا برضو شوية كلمات. عندنا كلمة درام معناها طبلة، ماتش مباراة. ننقل العمود اللي بعده. يسمى أو يدعى اسكولد، يعني ممكن أقول هي اسكولد علي، يعني هو يسمى علي. وهنا كول ملهاش دعوة بالاتصال، تمام. هنا كولد از ام أو از أو ار معناها زائد كول في التصريف الثالث معناها يسمى أو يدعى. خلاص كده. معانا أيام الأسبوع كلها from Saturday من يوم السبت لحد Friday الجمعة، حفظ طبعا. voluntary و volunteer. voluntary اللي هو العمل التطوعي، اللي هو العمل بدون مقابل زي ما قلنا كده في المستشفيات، خدمة العامة، الكلام ده كله بدون أجر. والمتطوع هو اسمه volunteer. الأحفاد اللي هم ولاد يعني الجد بيبقى له ابن، والابن ده بيبقى له ابن فيعتبر حفيد. فكلمة أحفاد يعني grand children. عندنا كلمة attic الغرفة العلوية، يعني لو عندك دور بيت مكون من طابقين يبقى الغرفة العلوية أو اللي على السطح اسمها دي attic room. خلاص تمام كده. أو attic بس، ماشي. عندنا كمان شوية كلمات زي describe يصف و description وصف، يعني ما أقولك أوصف حاجة أقولك describe كذا، تمام. عندنا كمان كلمة يتيم معناها orphan، احنا كده في العمود الثالث أو الكلمة orphan معناها يتيم. عندنا كلمة adventure معناها مغامرة. sheep معناها الأغنام كده. خلاص. كلمة achieve معناها ينجز. gymnast لعب جمباز. gymnastics اللي هو لعبة الجمباز نفسها. olympics اللي هي الأولمبيات. رياضي يعني athlete أو لاعب رياضي. دي خاصة بالألعاب الرياضية عموما. تيم يعني فريق. خلاص. نفرق بين كلمة تيم فريق، فريق كرة قدم أو فريق لعبة رياضية. وباند فرقة موسيقية. لازم نركز ونفرق بين بالانس يوازن. خلاص كده. بعد كده عندنا ننزل في العمود الصغير ده كلمة تشيس الشطرنج. أباند فرقة موسيقية. جوتس اللي هو الماعز. أتك غرفة على السطح قلناها قبل كده. ونفس الكلمات بس مركز على بعض الكلمات. طبعا في بالنسبة للجرامر بتاع يونت 1 هو جرامر بسيط جدا، عبارة عن ضمائر وصفات الملكية وضمائر المفعول والمضارع البسيط. خلاص كده. ضمائر الملكية أولا بتكلم لما أكون أنا بقول حاجة دي ملكي أو ملكنا أو ملكهم أو ملكه أو ملكها أو ملكه أو ملكها الغير العاقل. بداية بقول this is my car، بستخدم my بعديها الشيء المملوك علشان أوضح إن الحاجة دي تخصني. I didn't talk to his brother، أنا ما اتكلمتش مع أخوه. his جاية من الضمير هي ملكية له. لم أتحدث مع أخوه. the cat shakes its tail، القطة بتهز ديلها. هنا برضو it's ضمير ملكية لغير العاقل. خلاص كده. و it's هنا بغير أبوستروف لأن مش معناها it is، ده هي its على بعضها معناها ضمير ملكية. this is our class، هذا فصلنا. our معناها ملك لنا. خلاص كده. وبيجي بعديها الشيء المملوك، تمام. is this your mobile، هل هذا تليفونك؟ برضو your ضمير ملكية بمعنى ملكك، وبيأتي بعديه الشيء المملوك. her mother is ill، والدتها مريضة. her بيجي بعديها برضو الشيء المملوك ومعناها ملك لها. they wait for their friends، هم ينتظرون أصدقائهم. their ملك لهم بتيجي من زي طبعا، وبيجي بعديها الشيء المملوك زي هنا في المثال كلمة friends.
عندي نوع تاني من ضمائر الملكية اللي هو بيأتي في آخر الجملة، وده مستو إن الشيء المملوك بيجي قبلي وبعدين بيجي بعديه، وبعدين هي يعني ضمير الملكية ده بيجي في نهاية الجملة، وغالبا ما بينتهي بإس، يعني كل ضمائر الملكية في النوع التاني خلاص بتنتهي بإس زي ما أنت شايف، ما عدا ماين. ماين، هيز، هيرز، أورز، يورز، ذيرز. خلاص كده ماشي. إزاي بقول إيه؟ This car is theirs. هذه السيارة ملك لهم. خلي بالك أنا بدأت بالشيء المملوك اللي هو car، فما ينفعش هنا أحط their. كنت بحط their لما كنت بقول their friends، تمام كده؟ لأن الـ friends ده الشيء المملوك بيجي بعديها. أما أنا بدأت الأول ب this car، ما ينفعش أكتب their، بكتب theirs اللي فيها اس. ماشي؟ ما ينفعش أقول it's my، لأ my محتاجة حاجة وراها زي my car. اما هنا انا بقول it is، انها تكون بتكلم على حاجه ماين، ملك لي، يبقى ماين في اخر الجمله. The house is ours، البيت ملكنا. هنا برضو بدات بالشيء المملوك the house، يبقى ما ينفعش اكتب our، لا بكتب ours اللي بتحتوي على الاس. Is this house yours؟ نفس الفكره، هل هذا البيت ملكك؟ تيجي في اخر الجمله يبقى فيها اس. The scarf الشارب is hers، تيجي في اخر الجمله يبقى اخرها اس. تمام كده يا جماعه؟ اوكي. طبعا بريزنت سمبل شرحنا كتير، مضارع بسيط بيتكون من اي وي ويو زي والفعل في المصدر، ومع هي وشي وات بنضع اس او اي اس واي اس، ويستخدم المضارع البسيط مع الحقائق العلميه الثابته زي ما نقول ice melts in the sun او the sun rises in the east. ice melts يعني الجليد بيذوب. طبعا خلي بالك ان الاس اللي في melt دي عشان ice مفرد، المفرد دايما بنحط في المضارع البسيط للفعل اس او اي اس او اي اس، او بيدل المضارع البسيط على حدث متكرر، وياتي مع الكلمات الاتيه: always، usually، often، sometimes، every، ever، never، hardly، rarely، seldom. خلاص خلي بالك ظرف التكرار زي always، لو في فعل اساسي زي مثلا work او works، always هتيجي قبليه. خلاص مستر هشام always works hard، تمام كده؟ اوكي. ما عدا every day، ف every day بتأتي في آخر الجملة أو أحيانًا تأتي في أول الجملة، ولكن مكانها أول أو آخر الجملة فقط، على عكس always و usually و often و sometimes، دولت بيجوا قبل الفعل الأساسي. يعني عندي work هنا الفعل الأساسي، يبقى ظرف التكرار هيجي قبليه. المثال اللي قدامه: she often makes mistakes، عادة ما تصنع الاخطاء. تمام، عندك ميكس هنا ده الفعل الاساسي، وبالتالي ظرف تكرار اوفن جه قبليها. بنفس الفكره في النفي او الاستفهام، في زمن المضارع البسيط نستخدم الفعل المساعد داز او دو. خلاص بتستخدم داز مع هي وشي وات، ودو مع وي ويو وزي، اي وي ويو وزي. خلاص هنا داز يور بيبي سيستر، يور بيبي سيستر يعني اختك الرضيعه. خلي بالك دي شي، ولكن هو عاملها بطريقه ملكيه، يور بيبي سيستر، تبقى دي شي، يبقى داز. جيت اب ايرلي، تستيقظ مبكرا. طبعا هنا لما استخدم داز بشيل الاس والاي اس والاي اي اس، وبرجع الفعل للمصدر. تمام، او دو يو لايك اوكرا، اوكرا اللي هي الباميه. خلاص نو شي دازنت جيت اب ايرلي، هنا الاجابه لا، هي ما بتستيقظش مبكرا. برضو دازنت تستخدم في النفي مع هي وشي وات، وياتي بعدها الفعل في المصدر. او نو اي دونت لايك اوكرا، انا لا احب الباميه. هنا عندي برضو دونت كده كده الفعل مع اي وي ويو زي في المصدر، فبالتالي في السؤال بيفضل الفعل في المصدر، وفي النفي بيفضل الفعل في المصدر. تمام كده. ملاحظات: ميني معناها كثير للعدد، وماتش معناها كثير للكميه. يعني اقول ميني بيبل، ميني بوكس، ميني تشيرز، ميني سكولز، مدارس عديده، كتب عديده، اشخاص عديده. اما ماتش بيستخدم للكميات زي المياه والهواء والحاجات التي لا تعد، عكس ميني هي فيو قليل للعدد، وعكس ماتش هي ليتل قليل للكميه. اوكي. انف معناها كافي. خلاص ماشي. لما انت مثلا ما تقول اي دونت هاف انف ماني، اي دونت هاف انف شوجر، ليس لدي سكر كافي، فلوس كافيه، وهكذا. خلاص. يسمى معناها از كولد، قلناها. ماي جريت جراند فاذر، وكلمه جريت لو ضفنا لجراند فاذر اللي هو الجد، كلمه جريت قبليها معناها الجد الاكبر، يعني ابو الجد. ماي جريت جراند فاذر از كولد، يسمى محمد.
جو دايما بيجي وراها الفعل في اي ان جي زي ما بيقول ليتس جو دايفنج او هي اولويز جوز سويمنج. بعد جو حط في سويمنج اي ان جي، بعد جو هنا حط في دايف اي ان جي، يبقى دايفنج وسويمنج لان اي فعل بيجي بعد جو بيجي فيه اي ان جي. بيقول تستخدم الحروف الكبيره للاسماء والالقاب والاماكن، زي ما احنا بنقول مثلا حبيبه مرزوق از ا جيمناست، حبيبه مرزوق لاعبه جمباز، خلاص كده. وبالتالي كلمه حبيبه الاتش بتاعتها كابيتال، مرزوق اللي هو اسم الوالد الام بتاعتها كابيتال، شي ليفز ان كايرو، اسماء المدن، يبقى اسماء الاشخاص دايما تبدا بحرف كابيتال، اسماء المدن تبدا بحرف كابيتال. اول الجمله طبعا لازم ابدا بحرف كابيتال، ماي تيتشر الام هنا كابيتال، از مستر طبعا الام كابيتال، وهشام الاتش كابيتال. ايام الاسبوع دائما تبدا بحرف كابيتال، ساتردي السبت، ساندي موندي تيوزداي وينزداي ثيرزداي فرايداي، كلهم بادئين بحروف كابيتال. كده احنا شرحنا ملخص الدرس الاول والثاني يعني بطريقه مختصره، عرفناكم على المنهج تمام، وهنبتدي نشرح وناخد تدريبات تباعا في الفيديوهات اللي جايه. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم، وبطلب منكم مره اخرى شير للفيديو علشان المنهج لسه جديد ومحدش يعرفه، وفي ناس لسه بتدرس المنهج القديم ما عندهمش فكره عن المنهج الجديد، او لسه ما يعرفوش ان هو نزل له كتب وكتب خارجيه ومذكرات والكلام ده، خصوصا اولياء الامور او ناس ما بتديش يعني ما بتديش دروس تمام، او ما بياخدش درس تمام، او غايب من المدرسه مش بيروح. فيا ريت تنشروا الفيديو، وان شاء الله في الفيديو الجاي هنكمل يونت 1 وناخد بعض التدريبات عليها. كان معاكم مستر احمد حلمي من قناتكم خبراء اللغه الانجليزيه، اشوفكم المره الجايه على خير ان شاء الله. السلام عليكم.